ونتابع مع فقرتنا الأسبوعية سيرة فن، ونجمة سيرة فن لهذا الأسبوع أبهرت الملايين بتلك الابتسامة والجاذبية فأبكتهم عندما رحلت. طبعاً هي فنانة تفردت بموهبة يصعب تكرارها، فأضحت السندريلا أسطورة السينما العربية على مدار 3 عقود كاملة. سيرة فن السندريلا برويها الزميل صبحي عطري. لم يجد الكحل أجمل من عينيها ليرتسم فوقهما، ولم تشهد الابتسامة أعذب من شفتيها لتسكن ضحكتها. حيوية العالم رافقتها في كل حركة وسكنة، سعاد حسني. كنت احب اوصلك لكن واضح ان ما عندكيش رغبه، واظن احنا قلنا كل حاجه. اها، مع السلامه. الى اللقاء. تواجد ايه؟ ولدت السندريلا في 26 يناير عام 1943 من والدة مصرية هي جوهرة حسن وأب سوري هو حسني البابا، وكان لها 16 أخا وأختا، أشهرهم الفنانة نجاة الصغيرة الأخت غير الشقيقة لسعاد حسني. لم تتح لها الفرصة لتكمل تعليمها بسبب ظروف انفصال والديها، إلا أنها علمت نفسها بنفسها. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، تاني ماني ايه؟ ده الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع. يا رب اسمع بقى يا ربي لما اقول لك اني هقرب الليلة هروح لحسن، هبقى مراته في الحلال كده، النبي تخليك معايا يا رب. لم يكن يتوقع الكاتب الكبير الراحل عبد الرحمن الخميسي عندما اكتشف موهبة سعاد بنت 17 عاما واختارها لبطولة فيلم حسن ونعيمة أن تكون هذه المراهقة هي أسطورة السينما العربية على مدى 3 عقود كاملة. حسن. نعيمة، كنت الآن عليك يا نعيمة. أني فرحانة يا حسن، فرحانة وخايفة. خايفة؟ ليه بس يا اخوتي الفرحة يكون فيها حاجة تنقص النفس، يعني لازم الهناوي يكون فيها مرار. ما فيش مرار قدامنا نعيم. سعاد حسني التي جسدت فتاة الستينيات بكل أنماطها وتقلباتها وأفكارها التحررية، لكن هذا لم يأتي بين يوم وليلة، حيث ظلت سعاد على مدار 5 أعوام كاملة دمية المنتجين تتنقل في أدوار الفتاة المغلوبة على أمرها كفيلم البنات والصيف مع العندليب الذي ربطتها به علاقة لم تعرف حتى اليوم إذا كانت حبا أو زواجا أو صداقة، ومن ثم فيلمها الرائع صغير على الحب مع رشدي أباظة. الظاهر ناس دلاح كتر من زوم فضلي نامي بقى عشان تعرف غني بكرة كويس. هتسمعي الكلام ولا تعرف؟ لكن نقطة التحول الحقيقية في حياة سعاد حسني كان في تعاونها للمرة الأولى مع المخرج صلاح أبو سيف في فيلم القاهرة 30 عام 66. اشمعنى انت لابس بدلة شيك؟ بدلتي مش شيك، بدلتي نظيفة وده كفاية، المظاهر كلام فارغ ملهاش لزوم ولازم تتعودي تدوسي عليها. ومالك خدت الحكاية جد كده؟ انا بس كنت عايز اعرف بتشوفني ازاي رغم الفرق الكبير اللي بيني وبينك؟ انت لسه عندك شك في حبي ليكي؟ عام 1972 كان عام زوزو بلا منازع. خلي بالك من زوزو 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 النوزك والنوزو. فقد تحول فيلم خلي بالك من زوزو لحسن الإمام من مجرد فيلم عادي إلى أسطورة تجارية استمرت قرابة العام في دور العرض دون انقطاع،
والفضل يعود في تقديم سعاد بهذه الحيوية والعفوية يرجع إلى صديقها وفيلسوفها الشخصي صلاح جاهين، الذي ساهم في كتابة العمل وألف كلمات أغاني الفيلم التي أصبحت على كل لسان من بعد عرض الفيلم. يا 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 وديت إيه يا 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 من بالي طويل وانت انت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني. يا 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 كانت بقية سنوات السبعينيات بالنسبة لسعاد حسني تأكيدا لتربعها على عرش نجمات السينما المصرية كدورها الشهير في فيلم كمال الشيخ على من نطلق الرصاص والكرنك مع زوجها السابق المخرج علي بدرخان. بقولك ايه؟ ايه؟ اركز احسن ودينا نسيك اسم. مش هنفوت على حلمي؟ ادي احنا قاعدين الراجل مستنينا عشان نروح الكرنك. تاني الكرنك؟ احنا مش قلنا هنبتدي نلتفت لشغلنا بقى؟ كعادتها دوما كانت سعاد موفقة للغاية في اختيار خطواتها التالية بعد أن قفزت إلى قطار المخرجين الجدد بالثمانينيات من أمثال سمير سيف ومحمد خان. ولكن الصدمات بدأت. وفاة فيلسوفها صلاح جاهين عام 1986. الفشل التجاري الكاسح لفيلمها الجديد الدرجة الثالثة عام 88. آلام في الظهر اشتدت على سندريلا أثناء تصويرها لمسلسلها الوحيد هو وهي. عادت مع فيلم الراعي والنساء لترمم بعض آثار البعد الذي حدث بينها وبين جمهورها، ولكن هذا لم يكن كافيا حيث أنها خضعت لعملية جراحية وفترة نقاهة في فرنسا لتعود بعدها إلى مصر لإكمال العلاج بسبب عدم قدرتها على دفع النفقات في الخارج. ازدياد وزن سعاد بصورة مفزعة جعلها في شبه عزلة لأنها كانت ترفض أن يراها أحد في هذه الصورة. إصابتها بالتهاب في العصب السابع أثر على أعصاب نصف وجهها الأيسر، ولم تستجب سعاد للعلاج وسافرت لإجراء جراحة جديدة لأن التأخير قد يؤدي إلى إصابتها بشلل. بدأت سعاد حسني رحلة علاج طويلة، زاد من قسوتها قرار غريب بتوقف علاجها على نفقة الدولة بدعوى تجاوز المبالغ التي صرفت لها على حسب اللوائح. في 21 من حزيران يونيو عام 2001 سقطت سعاد من شرفة في عاصمة الضباب لندن لترتمي صريعة موتها وحيدة، وكانت النهاية التي ما زال الغموض يكتنفها حتى الآن. زوزو أضحت كالحلم الجميل الذي يصعب تكراره مرتين.